صب المهندس الاول الطلاق حلف في ديرك برج عب وقال لنا هذا غندق تعوم وتغسل بو وتشرب وتزرع في الصحراء الراقراق نخل ما فيه مغير رطب هديه للشعب الصفاق اللي سميته جيل الغضب. الله يعطيك كلب النبي كم عطوك عليه كلام التفه. حطوني جرد وكاط وشنتين. شنتين؟ وكان لا مش نعطيك كاط وشنتين، نعطيك كالش وشلطين على ظهرك. شنتين؟ والله ما قبل طمعين إلا في دبل دبل. تباهي يعطوك دبل شنة. داروا المستورة. يا رجل يا رجل نعم بوك شعرة سودة نودة. وكان قعدت في قطرتي وسكتت خير لي. ما يمالها إلا الشعر وهذا. تادي يا رجل عادي دف لك كم قصيدة على 17 فبراير. وكم جوكي واطلع لك كم لقاء في التلفزيون. وانا ترحم ارواح الشهداء وانا اتمنى الشفاء العاجل للجرحى وعوده المؤمنين وعادي تمشي العمليه. زعمك انت القصيده على رئيس المجلس الانتقالي؟ لا نحن دخيتك يا اخي. لا يا لا النبي فكونا يا الله يربحك الله يربحك تنفخوا لنا الراجل وتودروا في 60 داهيه الله يربحك. لا وتوقع بعد 10 سنين يلبسوه التاج يسقطوا له فاشي ويقول لك ملك ملوك افريقيا ونقعدوا نعانوا نحن. الله يربحك. لا خلوا الرجل في حاله. فكونا يا لا فكونا بصراحه. باينا كيف ندير؟ انا كيف نطلع من هالورطه هذه اللي حصلت فيها؟ نبي دينا دير لي حظ الله يربحك. انا كيف ندير لنا توا؟ وين ناخذ ماشينا؟ وين نمشي؟ والله يا راجل ما تسعش من فلينا الموضوع حرام. الشعر أنا من زمان ترى النبي سمعني القصيدة نجيد باكي نقلب فيها مخش. أي نوع أقرأ على إفريقيا؟ لا اللي توم إفريقيا شو اللي توم تعلمنا تعال النهر اللي توم قلته النهر اللي جانا دفاق هاللي بمية تصب المهندس الأول الطلاق حذف في ديرك بارج عب وقال لنا ستوبن موضوع كان أنت وين؟ الجعب حلف في ديره برجع برجعب غير انت هنا اقلب اقلب من الجعبه اللي مس تاع النهر للجعبه اللي مسكوا فيها وعدي ديرها ملحمه تحويله جيش بس عباره عن تحويله من جعب النهر للجعبه اللي لقوا كرس فيها وعادي يصير بلا تمشي تعادي يا روجدين داروا تحويلات تفيد لي على قال رئيسي.